فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: يقول لي ابنة بالصف الثاني الابتدائي. نعم. يقول: عندي ابنة بالصف الثاني الابتدائي. نعم. بإحدى المدارس الأهلية لتحفيظ القرآن، ولها معلمة للقرآن تطلب منها إذا كان هناك آيات في وصف الجنة مثلا، تطلب منها رسما أو جمعا للصور عن ذلك، فمثلا في سورة محمد مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، يقول تطلب منها جمع صور للأنهار. يقول: هذا عبث في القرآن، هذا من العبث في القرآن، ولا يجوز هذا. القرآن والمصحف يجرد ويترك على وضعه ولا يزاد فيه شيء. ظهر مصاحف الآن معبوث بها، يجعلون ذكر النار أرض حمراء، ويجعلون ذكر الجنة أرضية الورق خضراء، ويجعلون ما أدري كيف هالتصرف هذا. لا يجوز العبث في المصاحف، المصاحف تجرد من هذه التصرفات. نعم.